ببطولة لبنان لكرة الطائرة هي بطل لبنان نادي الأنوار ووصيفه فريق البوشرية فريق الجيش اللبناني والفريقين اللي عم نشوفهم أمامنا نادي الانطلاق أنفي ونادي الألمون ومحاولة جديدة رائعة جدا كانت هالتمريرة الفريق الخصم تحت أنظار اللاعب الهندي بنشوف النتيجة الانطلاق أنفي 7 والألمون 6
فريقين بذكر بعد ما خسروا ببطولة لبنان كانت لعبة ممتازة من غسان صهيون. واللاعب السربي بصاروخ أرجو، اللاعب الهندي بيقدر يرجع يرد الطابة لكن مرة جديدة نفس رمى على الإرسال، إرسال قوي والرد كان أقوى بين على تقدم فريقه. عم فرجينا اليوم موهبة كتير كبيرة وخاصة سرعة بالتحرك، بيبقى نشوف إرساله، إرسال صاروخي لها اللاعب، اللاعب الأطول على أرض الملعب. مروان الحصري وفرصة لفريق الانطلاق أنفي، فرصة لفريق الانطلاق أنفي ليرجع يتقدم بين نقطتين للمرة الأولى لنادي الانطلاق أنفي مع نجم الصربي على الإرسال، إرسال صاروخي إلى أنفي والفضل للاعب. شوفوا إرسالاته قديش السريعة، هلا حيتمكن من متابعة الإرسالات السريعة جدا. نتيجة 8-4. والصد كان خارج أرض الملعب، الكبسة كانت كتير قوية وكان من الصعب جدا صدها. 9-4 وما زال الارسال لمصلحه نادي الانطلاق انفي. مرتاح بهالشوط نادي الانطلاق مثل ما انه مرتاح ميلوس بهالارسالات الصاروخيه. ومره جديده يعني ميلوس توبر عن المدرب حاسس انه في افضليه للانطلاق انفي ليعدل النتيجه. استقبال كان خاطئ، شوفوا البلوك ده بيكون ناجح لما الاستقبال بيكون خاطئ. الطابه راحت لمصلحه فريق الألمة وما راح يكون في عليها اي اشكال. كمان مره مروان حصري تمريره صعبه وممتازه. 16 والارسال مع اللاعب الصربي اللي كان ربح 5 ارسالات على التوالي ميلو شتوبر. شوفوا ارسالاته مرقت بين اللاعبين وما حدا اشاعها ابدا. ارسال ساحق مجددا ميلو شتوبر، ارسالاته بتمرق ما بيقشعوا اللاعبين. كمان مره ميلو شتوبر بمنطقه الشمال بكره الطائره بين ناديين بعد ما خسروا اي لقاء لهم ببطوله لبنان لكره الطائره. وشتوبر برد على فارمر كمان مره رح يرسل اللاعب الصربي بصفوف فريق الانطلاق انفي. ارسال صاروخي اللاعب الابرز بهالمباراه ميلو شتوبر من صربيا.